السلام عليكم، انا فنان عبد الرحيم، الاب ديال الفنان رضا اللي تصاب في التدريب ديال اي 13، وكان عنده واحد القصر على مستوى الكتف. والحمد لله اليوم راه دخلنا الابن ديالنا ودار عمليه وتمت بنجاح، وكنشكروا الحاج عبد الواحد رحال اللي ما بخلش علينا بجميع المجهودات ديالو، لا ماديا لا معنويا، وكنشكروا بزاف. وكنوجهوا الشكر لجميع الاطر اللي ديال الرحال اللي عاونونا وساعدونا، وكنتمنوا لهم التوفيق والله ييسر لينا ولهم ولجميع المسلمين. السلام عليكم، سميتي رضا فنان، لاعب في فريق رحال، اقل من 13 سنه. اليوم البارح كنت تعرضت لواحد الاصابه، والحمد لله، وكنشكر جميع الاطر والرئيس ديالهم الحاج عبد الواحد رحال، وكنشكر كاع اللي ساندوني والفريق كامل ديالي ودي مرحب. سلام كريم، انا كريم مايدرا، صديق رضا فنان، كنتمنى ليه الشفاء العاجل ويرجع يلعب معنا ودي مرحب.